أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، وفتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مد ورسوله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم. كما أخرجك ربك من لهم درجات بالحق. نعيد، لهم درجات، لهم درجات عند ربهم ومغفرته ورزق كريم. أديني بس 5 دقائق يا ريان. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، ولتطمئن به قلوبكم. ولتطمئن ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منكم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بفتح الراء، ليطهركم به، ويذهب عنكم رزق الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. لام قمرية. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين آمنوا
آمنوا إذا. ما شفت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي بالإمالة رمي أيوة بنميل إن الله رمي فتحة الميم والألف ولكن الله رمي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي لا رمي مي أيوة رمي أيوة نميل الميم والياء الميم يعني والألف المقصورة رمي مي ولكن الله رمي أيوة وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلك وأن الله موهن ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. نعم هنا في حفص موهن كيدي مضاف إليه، أما هنا موهن كيد، فيكون هنا في تنوين على النون الموحدة الفوقانية وتخفى في الياء وتفتح دال الموهن مالا في الياء على المفعولية، مثل ما قريتم فضيلتك ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. جزاكم الله خير. أحسنتم بارك الله فيكم. جزاكم فيكم بارك الله. أخونا سراج تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن
أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين لعلكم تشكرون ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين والله ذو الفضل العظيم رقق العين والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أنا أريدك أنك تأخذ نفس وتأتي بلا كل في نفس واحد، هذا أكمل وأجود. قراءتك صحيحة لانقطاع النفس، لكن الأجود والأفضل لو أخذت نفسا عميقا وأتيت بلا كل في نفس واحد، هذا يكون أكمل وأجود. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أحسنت، بارك الله فيك. ونستطيع، هناك تمرين لإطالة النفس، إنك 5 مرات في اليوم تأتي بورقة منديل، ورقة المناديل أمامك، ثم تأخذ شهيقا وزفيرا حتى ينقطع مع ورقة المنديل هذه 50 مرة. هكذا، هذا من التمارين التي يطال فيها النفس إن شاء الله، وتبتعد عنه لنا جميعا البعد عن المشروبات الباردة، هذا أيضا من أسباب إهلاك الأحبال الصوتية، والإكثار من المشروبات الدافئة ولا سيما الزنجبيل واليانسون، هذه تعين على إطالة جودة من الأحبال الصوتية. أيضا عدم شرب المشروبات البافرج اللي هي البيبسي والعائلة، هذه كلها الإنسان يبتعد عنها تماما، هذه من الأسباب التي تهلك
الأحبال الصوتية وتقوم بأنها تشيخ قبل شيخوختها. نعم أكمل، أستعيذ وأكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. صفير وصفيق يعني، كانوا يطوفون يصفر ويصفر. نعم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون كفروا أحسن الله إليك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. حسرة اخفي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآية هذه الآية آية 35 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أخذ منها بعض أهل العلم بحرمة الصفير. المكاء هو الصفير، والتصدية التصفيق. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة الصفير لا يجوز، ويسمى في اللغة مكاء، وهو من خصال الجاهلية ومن مساوئ الأخلاق. استدلوا بالآية وما كان صلاتهم إلا مكاء وتصدية وعلى كل المسألة فيها ثلاث أقوال للتحقيق العلمي. الأول ذكرناه وهو المنع والتحريم، وبه قالت اللجنة الدائمة. القول الثاني وهو الكراهة، وهو الكراهة لأنهم قالوا إن الدليل أنتم أخذتم من الآية لا يقوى على القول بالتحريم، لأن هذا القول لا يقوى على مثل هذا، وقالوا يكره. وذكره صاحب الآداب الشرعية. والقول الثالث قالوا بالجواز، بالجواز،
قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن المكاء والتصدية سمي صلاة وما كان صلاة المكاء والتصدية لأنهم كانوا يقيمون الصفير والتصفيق مقام الدعاء والتسبيح وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم ثم قال القاعدة تقول قلت القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمن هنا قال إذا لم يفعل على وجه العبادة فلا يبقى وجه للمنع والتحريم فلا يبقى وجه للمنع والتحريم ثم قال أهل بعض أهل العلم قالوا ولا سيما أن الناس يحتاجون مثلا إلى التصفير في لدى الشرطة شرطة المرور وكذا وأيضا في بعض الأدوات الكهربائية أيضا تطلع لك تصفير إذا انتهى الوقت مثلا كما في الأفران الكهربائية أو غيرها من الأشياء كذلك مثلا أجهزة الإنذار إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء ولما سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال أنه يكرهه كراهة ذاتية أخذ فيه مع كلام ابن تيمية يعني أخذ فيه كلام ابن تيمية إن هو يعني لما قال شيخ الإسلام كان المشركون يجتمعون في مسجد الحرام يصفقون ويصوتون فيتخذون عبادة وصلاة فذمهم الله على ذلك فذمهم الله عز وجل على ذلك شيخ بن عثيمين يقول هنا أنه لو الإنسان جلس يصفق ويصفر ماذا سنقول عنه مجنون ولا عاقل فما هو سبب التصفيق والتصفير إذا كان يقول الشيخ إذا كنت مثلا إنسان أجاب إجابة فالناس صفروا له يعني هنوا بيها وكذا كما يفعل بعض الناس في ذلك فلا أرى فيه بأسا وأنا أكره التصفيق يعني قال لك إذا واحد مثلا يعني نجح فصفقوا له ولا أجاب كما يحدث في المدارس وغيرها يعني فقال لا أرى فيه بأسا أما التصفير فإني أكرهه كراهة ذاتية ولا أستطيع أنه مكروه شرعا هو حسب قول الشيخ يقول وليس لي فيه عند دليل ليس لي في هذا المسألة عندي فيها إيش عندي فيها دليل ولعل والله أعلم الذي يترجح هو ما قالت به اللجنة الدائمة ولا سيما أن الآن أصبح يعني هذا الصفير يستخدم في يعني التحرش بالنساء يستخدم أيضا في اللهو الباطل إلى غير ذلك أما إذا كان يعني له ضرورة نأخذ قاعدة ضرورة تبيح المحظور وتقدر بماذا بقدرها وأيضا قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع المشقة تجلب التيسير إذا احتاج الإنسان لهم و ما هي الحالة التي جاء الشرع بجوازها في التصفيق؟ متى جاء الشرع بأن التصفيق جائز؟ النساء إذا كان في الصلاة النسائية لا مو نسائية ما هي نسائية أنه جاء في صلاة المرأة إذا كانت تصلي الجماعة خلف الرجال فوهم الإمام فقال عليه الصلاة والسلام يسبح الرجال ويصفق النساء يسبح الرجال ويصفق النساء فهذا للحال لمثل هذه الضرورة لمثل هذه الحالة نعم شيخ الإسلام قلنا يرى أيضا بأن هذا الأمر لما قال كانوا يجتمعون ويصفقون ويصوتون المكاء والتصدي يعني يتخذون ذلك عبادة وصلاة فذمهم الله على ذلك وكأنه يعني من هنا أخذه الشيخ بن عثيمين أنه يكرهه كراهة ذاتية ولا دليل عنده على اعتبار أن من فعله على غير العبادة
فيكون خرج من هذا الحرج ومن هذا الباطل. لكن كما قلنا أيها الكرام الفضلاء، أصبح التصفيق الآن في ملاعب الكرة وأصبح في المسارح وفي الأماكن، وهو دلالة على والعياذ بالله الحمق والفسق نسأل الله عفو السلامة، ولا حاجة له. وأنتم ترى الإنسان العاقل ما يصفر، حتى هذا يعدونه من خوارم المروءة. فالذي تطيب به النفس هو ما قالت به اللجنة الدائمة، إلا إذا احتجت إليه. نعم، أما بالنسبة لمن قال مثلا الشرطة ويصفرون وكذا إلى غير ذلك بهذا، هذه الضرورة، هذه تأخذ القاعدة العامة، قواعد إن الضرورة تبيح إيش المحظورة. لكن أما ملعب كرة، أنت جالس في ملعب كرة وتصفر، أو جالس في مسرح تصفر، أو ماشي في الشارع تصفر إلى غير ذلك، فحقيقة القول بالمنع والحظر هو الذي يكون فيه الأولى، حفاظا على مروءة الإنسان وحفاظا على أخلاقه. حتى أصبح فعلا أن من الأشياء المذمومة أن تجد اللي يصفر وإلى غير ذلك، حتى الناس ينظرون إليه يعني نظرة استهجان فعلا. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية. فيبقى قول اللجنة الدائمة تطيب به النفس ويعمل به الإنسان. طيب، أيضا ترتب على ذلك أن حتى أصبحت النساء تصفر الآن، فسبحان الله، حتى النساء أصبح يقع منهن التصفير. فسبحان الله، المرأة التي الشارع حافظ لها في الصلاة إذا حدث للإمام شيء أنها تصفق، يعني كيف طريقة التصفيق؟ أنها تصفق ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الإيش الأيسر، هكذا. فلما جعلت هكذا، إذا من باب أولى أنها تنهى عن إيش؟ تنهى عن التصفير، أنه من باب أولى أنها تنهى عن التصفير، فهذا لا يليق بالمرأة. وفي أيضا تشبه بسفهاء الرجال، ولم يعهد في المرأة المسلمة هذه الخصلة في حال من الأحوال، ولا حتى في عهد الجاهلية، ولا حتى في عهد إيش الجاهلية أيها الكرام الفضلاء. نعم، تفضل أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فخم الراء، يحشروا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. أحسنت، بارك الله فيك. فيكم بارك الله. ولعلي من الفائدة نذكر أيضا ما تراه من بعض النساء إذا كانت جالسة في مجمع من مجامع الرجال كانتظار في أي مكان، مثلا في مطار أو في مستشفى إلى غير ذلك، تضع رجلا فوق رجل
وتزيد على ذلك ان هي جالسه تحرك في رجولها, يعني حاطه رجلها فوق الرجل الثانيه وتحرك فيها, لا شك ان هذا يخالف ما جبلت عليه المراه من الستر والاحتشام, ولا يليق بها ان تجلس بجلسه هي من جلسات الرجال في حضره الرجال. تامل في ام المؤمنين عائشه لما اتتها عمره لكي تطوف بها في وقت الرجال, قالت إليك عني إنما نطوف حجرة النساء, تنتظر لحد ما يفضل المطاف أو كذا في الليل تطوف حجرة النساء بعيد من أن تختلط بالرجال. ولذلك هذا يعني يضر بالوقار والحياء, وإن لكل دين خلقا وخلق, وإن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء كما عند ابن ماجه وغيره. ولذلك قالوا المروءة كمال النفس وصيانتها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا في ظاهر الحال, فما بالك ان هذه الجلسة تعتبر من التشبه بالرجال وهذه من جلسات الرجال. ولذلك الانسان قال الشيخ بن عثيمين يقول ايش ضابط المروءة؟ الا تفعل شيئا ينتقده الناس سواء من القول او من الفعل. وابن عقيل يقول كما نقل الرحيباني في مطالب أولي النهى, لا ينبغي الخروج من عادات الناس مراعاة لهم وتأليفا لقلوبهم. يعني قال لك ما تطلع من عادات الناس إذا في ناس يعني من عاداتهم الستر والحشمة, وهذا أيضا دلت عليه الشريعة, فلا تخرج من عاداتهم حتى لتكون سببا في تأليف قلوبهم, إلا في الحرام إذا جرت عادتهم بفعلهم. هنا إذا كان في من عاداتهم الحرام لا والله نخرج عن هذه العادات ما في مشكلة, فتجب مخالفتهم رضوا بذلك أو سخطوا, رضوا بذلك أو سخطوا. نعم نكمل إن شاء الله. أخونا أخ علاء, علاء ابن محمد اقرأ. السلام عليكم. عليكم السلام. ولا الشيخ بس فين وصلتوا؟ واعلموا أي 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. اظهر لام الفعل. اظهر لام الفعل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدة همزة القطع. جزاك الله خير شيخ. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم,
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أنت الآن نزلت مصحف شعبة ولا لا؟ أيوة شيخ. ماذا قال فيها؟ في أي في هذه اللفظة عندنا في حفص هذه يا مثقلة فتقرأ مثل ما قرأت حيا، لكن عند شعبة يفكك التشديد فترجع يا أين على أصلها ويخفض الياء الأولى حيا حيا، ويحيى من حيا عن بينة حيا ييا ييا حيا. شيخنا سمعتني؟ سمعت بس الأولى الثانية. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة الثانية، لأن ما في عندنا غيرها. الأولى ويحيى هذا فعلي خلاص، الثانية حي اللي هي هذه حي عن بينة. تفضل. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم عاقبيه رقق العين على عاقبيه نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم
إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلا كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلف فشرد بهم من اسم موصول قلقل الدال وافتح الميم من خلفهم اسم موصول معنى الذي وليس حرف جر ما هي من فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة وإما تخافن من قوم لا يطلع من أنفك وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا
إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سنت جزاك الله خير شهر. بارك الله فيك مشعل. أخونا مشعل تفضل. يا مشعل صلى الله عليه وسلم وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. شكل الديرة هذه والقرود تعبتك. جزاك الله خير. لا بأس. جزاك الله خير شيخ. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة حسبك يا مشعل الله يجزيك بالخير سلامات أجر وعافية طهور أخونا أنس تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. تراقب المتقين إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن انتبه لا تقلقل ما مرصد ما تقلقل الراء واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين غفور رحيم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك قلقل ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين المتقين إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ترقيق الدال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله لا احنا عايزين نرقق الفاء ونرقق الدال مش فصدوا لا فصدوا دو الدال من طرف اللسان فصدوا دو من مقدم اللسان خلف فصدوا خلف الأسنان ايوه ممتاز جدا ايوه اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة
مهمة أولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم راقب ويشفي صدور قوم مؤمنين الدال هذه لسه ما زالت لا لم ترقق ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين قوم إدغام قوم مم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين لا من ليش ما في أبدا قوم مم كلها التقام اثنين من ميم إلى ميم قوم مم مم قوم مؤمنين ممتاز ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله يجعلنا من المهتدين اللهم آمين سنت أخونا عبد الله بن عفيف أبا مصعب تفضل سلام يا أبا مصعب سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم
الظالمين. الظاء الظاء. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا لا والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ورضوان بضم الراء، كل ما كان عند شعبة من هذه الكلمة بضم الراء. ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أحسن الله. ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ورضوان ورو بضم الراء رو رو. ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. نعيم مقيم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا هذا المعنى كده لا ينضبط، هو ما في وقف هنا. يعني احنا مثلا انت وقفت عند أولياء، حاول انك انت تصل كل هذه وتقف على الإيمان. يا تفضل. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك فأولئك هم الظالمون. أولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرة بالضم والجمع وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين حقق همزة القطع يا أيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف لا 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 لا, لا بالفتح بالفتح وإن خفتم عيلة يعني وإن خفتم فقرا وإن خفتم عيلة فسوف أحسن الله إليك شيخ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذي فضل لا ما قلت شيئا أكمل فضلتك نعم قاتل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين فاعل ورسوله ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ابن هنا همزة وصل ينتقل إليها حركة الحرف الذي قبلها وليست همزة قطع قل هكذا حبن الله وقالت النصارى المسيح حبن الله وقالت النصارى المسيح حبن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الكلمة لا 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 أخطف الكلمة حتى لا تكون همزة قطع هذه همزة وصل همزة وصل مرتبطة بالحرف الذي قبلها في حركته إن تخطفها خطف حتى لا السكتة اللي تحصل منك هذه تقلبها لهمزة قطع وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مفعول به، اتخذوا همزة وصل مخفوضة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما والمسيح ابن حبن حبن والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها مش يعبدوا لا الباء مضمومة يعبدوا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إلا أن يتم إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نوره بفتح الراء منصوب نوره إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إلا أن يتم نوره إلا أن يتم نوره إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بارك الله فيك أحسنت أبو علاء تفضل أخونا منير طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم السلام صوتي واضح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون أين الصوت؟
أتسمعون شيئا؟ لا نسمع شيئا. يا أبا علاء، يا أبا علاء، لقد خرج وسيعود إن شاء الله. طيب يقرأ مهند شيخنا بعدين يصير أبو علاء لآخر دور ثاني. قد دخل الآن. يا أبا علاء اقرأ. لعل عنده مشكلة في اتصال، فممكن مثل ما تفضلتم يقرأ المهند. يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استعين بالله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كنتم فذوقوا. فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. نعيد نعيد وننتبه لأحكام التنوين وهذا. عند الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لا، هنا كافة صاخة طامة ضالين، هذا مد لازم كلمي مثقل 6 حركات، يعني كافة. وقاتلوا، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون. التنوين تا كافة كما. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة النسيء زيادة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحل
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض هذه همزة وصل ففي الدرج يعني في الوصل ننقل لها ضمة الميم قبلها وليست همزة قطع إذا قيل لكم انفروا لكم انفروا لكم انفروا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يعذبكم قلقلة الباء يعذبكم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة عليهم الشقة المسافة يعني الشقة بمعنى المسافة من المدينة إلى تبوك الشقة وبعض الناس يقول لك عندكم شقة للإيجار هذا خطأ طبعا ما في اسم عندكم شقة للإيجار يعني معناه عندكم مسافة للإيجار لا عندكم شقة أو شقة بالفتح وليست بالضم بالضم يعني المسافة نعم ولكن بعدت عليهم الشقة عليهم ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون خرج لخرجنا معكم
يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أحسنت، جزاكم الله خير. نعوذ بالله من الريب والشك، بارك الله فيك. أبا محمد أبو علاء تفضل. أي الله يجزاكم خير، معلش النت كان عندي ضعيف. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الآية نزلت في رجل يسمى الجد ابن قيس، وهذا من الذين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام لما استنفر القوم للخروج إلى تبوك، قال يا رسول الله ائذن لي يعني بالتخلف ولا تفتني، فإني مغرم بالنساء ولا أصبر على بنات بني الأصفر يعني بنات الروم يعني. فالنبي أعرض عنه وتركه، فنزلت فيه هذه الآية الجد بن قيس الخزرجي. سبحان الله، هذا الرجل انظروا من ابن عم من؟ ابن عم البراء بن معرور، وكان هذا الرجل ممن يظن فيه النفاق. الله أكبر، شوفوا البراء بن معرور صحابي جليل، بايعوا في العقبة الثانية، يعني بايعوا البيعة الثانية بالعقبة، هو أول من بايع كما قال ابن إسحاق، وأول من استقبل القبلة، وأول من أوصى بثلث في ماله كما نقل ذلك أهل السير. وكان البراء من النقباء، كان البراء ابن معرور من النقباء في ليلة العقبة مع 70 من الأنصار، وهذا كان خطيبا، قام حمد الله واثنى عليه
وقال الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وحيانا به فكنا أول من أجاب لله ورسوله وسمعنا وأطعنا. فقال يا معشر الأوس والخزرج قد أكرمكم الله بدينه، فإن أخذتم السمع والطاعة والمؤازرة بالشكر فأطيعوا الله ورسوله. وقال ابن حجر، إيش فيه؟ يقول ابن حجر رحمه الله في هذا الصحابي الجليل البراء بن معرور أول من ضرب على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك انظروا ابن عم مين؟ الجد بن قيس المنافق هذا، سبحان الله. وقيل إنه مات قبل الهجرة، سبحان الله. وقيل وجه قبره إلى الكعبة، هكذا يعني أوصى، فوجه قبره إلى الكعبة وأوصى أن يكبر عليه 4 تكبيرات. أوصى أن يكبر إذا مات عليه 4 تكبيرات، هي صلاة إيش؟ صلاة يعني الجنازة يعني، سبحان الله. مات قبل قدوم المصطفى عليه الصلاة والسلام بأشهر إلى المدينة بشهر، قبل ما يجي النبي إلى المدينة ويهاجر بشهر، فرضي الله عنه وأرضى. تفضل. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب. اظهر همزة القطع، أي يصي، ونحن نتربص بكم أي، نعم، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. عنده أو المد، انتبه، مد، أيوة صحيح، مد. أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها، لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فلا تعجبك الجيم مخفوضة والباء ساكنة. فلا تعجبك. أحسنتم يا شيخ. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم يفرقون من الفرق يعني جبناء. نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا رضوا منها صحيح فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أحسنت بارك الله فيك. جزاكم الله خير كتب الله أجركم. ورسوله ولا رسوله يا شيخنا أعد وقالوا حسبنا الله. طيب يا شيخ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أحسنت بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاك الله خير أبو أعلم. بارك الله فيك يا شيخ. أخونا أجركم جميعا. وفيكم بارك الله. أبو الأسود تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين
فرحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ولعنهم الله ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا أعد وتوسط المنفصل كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان. الوقف إذا وقفت على هذه في جنات عدن قلقلت الدال فقط في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أكمل أكمل أيوة نعم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير أخونا ضيف الله يا أبا سحر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدأ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن فلنكونن من الصالحين أما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألا يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم معذرة اسمحوا لي فقط أنوه على هذه الآية وأن المشهورة أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري وهذا الحديث لا يصح وإن كان موجودا في كتب المفسرين
ولكنه لا يصح أن سبب النزول في ثعلبة بن حاطب الأنصاري. هذا الحديث لا يصح أيها الفضلاء الكرام. نعم، وهي عامة. تفضل. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر إن تستغفرهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لا لا لا، لو تغير المكان إلى مكان أفضل لأن الصوت فيه تقطيع شديد. تقطع؟ طيب دقيقة بس. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. يعني أصحاب الغنى والثراء والكلمة والجاه والثراء. نعم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. رقق
ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أحسنت بارك الله فيك. جزاك الله خير. بورك. جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. عندنا طيب إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء الله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لو نكمل بقية السورة يعني بقي معنا إن شاء الله عز وجل هي 29 و100 يعني بقي 19 آية نقسمها وننهيها يكون أفضل إن شاء الله تفضل والد يبدأ أعوذ بالله
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أخونا أبو علاء تفضل. طيب دقيقة يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سحبت النظارة. كم الآية ما شاء الله كنت أتابع شيء. الله العظيم. كم الآية يا شيخ؟ كم رقم الآية؟ 113. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أكمل. خلاص أكمل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. جزاك الله خير. علاء محمد تفضل. طيب تفضل أخونا أنس. أخ أنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من نصير. لقد تاب الله على المؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. رؤوف رحيم. همزة مضمومة. رؤوف الرحيم. إنه بهم رؤوف رحيم. يا
لا لا رؤوف هذه حفصة، احنا في شعبة، احذف الواو وضم الهمزة. رؤوف، رؤوف الرحيم. إنه بهم رؤوف رحيم. أحسنت. أكمل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وليس الدال ضاق وضاقت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ وضاقت عليهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها جزاك الله خير. طيب اللهم صل على سيدنا عبد الله العفيف. تفضل يا عبد الله. يا ابو مصطفى تفضل. يا ابا مصعب. طيب اخونا مشعل تفضل. مشعل. اخونا مهند تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. جزاك الله خير. شكرا ضيف الله. تفضل أبا سحر. يا أخ مشعل يا شباب فين؟ اقرأ أنت يا ولد. اقرأ. أعوذ بالله السميع العليم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بتصحيح يا شيخ؟ أيوة نعم، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صحيح. ولينذروا قوم. تفضل كمل فضيلتكم.
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يلونكم صحيح يلونكم الكفار وليجدوا فيكم الغلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. تفضل يا شيخ. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم في كل عام يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة يدارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والقصد في الغنى والفقر والحق وكلمة الحق في الرضا والغضب. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فيه ومن لا يخافك فينا ولا يتقيك ولا يرحمنا انزل علينا من بحر جودك البركات وكفر عنا جميع السيئات وافقنا لقول لا إله إلا الله عند الممات على حسن خاتمة وعمل اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك واجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقون ولا تجعلنا من الذين يقرؤونه فيشقون اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين وارحم عبيدك أحمد الحواشي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجعل قراه الليلة الجنة واجعل قراه الليلة الجنة وجميع موتانا وموتى المسلمين ارحم الآباء ارحم الأمهات ارحم الآباء والأمهات وأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين اللهم من كان حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين وارزقنا برهم أحياء وأمواتا ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء الأحياء منهم والأموات يا عظيم الهبات يا عظيم الهبات يا فاطر الأراضين والسماوات اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونسألك كل قضاء قضيته لنا أن تجعله خيرا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اختم لنا بالسعادة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين واجعل قرانا جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعوذ بك اللهم من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا نعوذ بك من شر ألسنتنا ومن شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة لا رياء فيها ولا سمعة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا جدنا وجدنا وهزلنا وإسرافنا وتفريطنا في أمرنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين والهمنا ذكرك طول عمرنا
يا من بذكرك الدنيا تطيب والهمنا ذكرك طول أعمارنا واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك يا من بذكرك الدنيا تطيب واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا عزيز يا رحمن واجعلنا من الذين يقيمون حدوده وحروفه ونعوذ بك أن نكون من الذين يقيمون حروفه ويضيعون حدوده اللهم عسلنا عند موتنا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين واجعل بيوتنا وذرياتنا وأولادنا من أحب الذرار والبيوت إليك وأدوق قربهم زلفى لديك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وكلنا في الأمور كلها وكلنا في الأمور كلها ظاهرها وباطنها عظيمها وجليلها وحقيرها نسألك مسألة المساكين ونتضرع إليك تضرع الذليل من خضعت لك عظامه وقرت لك عيونه واعترف بذنبه يا غفار الذنوب ويا ستير العيوب أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تتولى أمرنا ونسألك مغفرة وسترا وعافية وتقوى وصلاحا وإيمانا ويقينا ونعوذ بك من الشك والشرك والكفر نعوذ بك من الشك والشرك والكفر نعوذ بك من الشك والشرك والكفر اللهم اكلأنا بالقرآن واكلأ به ذرياتنا يا عزيز يا رحمن نعوذ بك من الحرق والغرق والتردي والهدم وأن نموت في سبيلك مدبرا أو أن نموت لدغا اللهم أحسن خواتيمنا واغفر ذنوبنا واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوما نلقاك فيه يا رب العالمين وأنت راض عنا اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا فلا تحرمنا أنت أهل التقوى والأهل المغفرة أنت أهل التقوى وأهل المغفرة أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ووفق ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتجنب سخطك واتبع رضاك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصل اللهم على نبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد